ممالك الكيان العظيم الكبير. الاول ارى لكم بيان وزارة الشباب والرياضة. اصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن التعليق على ازمة تهديد الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بشأن خصم نقاط من رصيده بجدول ترتيب المسابقة الدوري بسبب مستحقات اللاعبين الاجانب المتأخرة الذين سبق لهم اللعب في صفوف الفريق. وجاء نص البيان كالتالي: في إطار ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بتحمل قيمة الغرامات المالية المقررة على نادي الزمالك مقابل عدم خصم نقاط من الفريق، تعلن وزارة الشباب والرياضة بأن ذلك لم يحدث لأن هذا شأن خاص باتحاد الكرة ونادي الزمالك، وتؤكد وزارة الشباب والرياضة بأنها تقف على مسافة واحدة مع جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية المصرية انطلاقا من الالتزام بمعايير الحيادية والشفافية، وأن دور الوزارة يرتكز على تطوير الرياضة المصرية ودعم أبطال مصر الرياضيين لتحقيق البطولات الرياضية خلال مشاركتهم في مختلف المحافل الدولية. يذكر أن فريق نادي الزمالك مهدد بخصم 18 نقطة، طبعا أنا بقول 24 نقطة وليس 18، من رصيده بجدول ترتيب الدوري بواقع 6 نقاط في كل أزمة من الأزمات الأربع، وهم النادي البرتغالي والغاني كريم الأسد لاعب الفريق السابق والكاميروني أليكسيس ماندومو لاعب الفريق السابق، وتأخر مستحقات نادي مارتيمو البرتغالي في صفقة محمد إبراهيم. هم أربع قضايا. خلينا، لأن مهم جدا نسمع تعقيب الأستاذ